عودة إذا لشهادة الشاعر الكبير ضيدان بن قضعان. نتابع. بدر الخسارة على المجتمع، فبدر الإنسان أكثر، إحنا حبينا بدر الإنسان أكثر من حبنا لبدر الشاعر أو بدر الأمير. بدر الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته، كان مدرسة تخرج منها واستفاد منها أجيال. أنا من ضمن الجيل اللي استفدت من سمو الأمير بدر فائدة كبيرة. بدر كان يكتب الله يرحمه خير من كتب للوطن، فهو أكثر من كتب قصائد وطنية. أضف إلى ذلك أنه كتب لجميع طبقات أو شرائح المجتمع، كتب للحاضرة وللبادية وللبحر. فهو من قال والله لو دمي يغيث الملاهيف لقص عرقي لين يصفي نزيفه، لو هني من لا تبين ولا شيف طاب يحمد وانت ردى بكيفه. كتب للبحر يا مركب الهند أبو دقلين، يا ليتني كنت ربانك واكتب على دفته شطرين اسمه حبيبي، اسمك حبيبي وعنوانك. كذلك كتب هو من جدد في الحداثة، وكتبت اسمك على صوتي، كتبته في جدار الصمت على الوادي، على جو السماء الهادي، على موتي وميلادي. الله يرحمك يا بدر رحمة واسعة ويغفر له. بدر من أدخل اللهجة السعودية أو فرضها في بلاد العرب كلهم، لا بلاد المغرب العربي ولا الشام، مصر، وين ما تروح تسمع أو تصيغ اللهجة السعودية في جميع أنحاء الوطن العربي. أسأل الله له الرحمة وأن يغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.